أستاذ مختار، بما أنك يعني الآن مشارك في مهرجان في الشارقة تحديدا، والمشاركة فردية كما ذكرتها، لكن يعني سؤال مهم جدا ما شاء الله تبارك الله، الآن ذكرت أنه الناس تقبلت العمل ده وعجبوا به جدا جدا. نعم. وعلى الرغم من ذلك أنه نحن كثير من النقاد الآن والمراقبين للدراما السودانية بيقولوا أنها ما وصلت للعالم العربي تحديدا. نعم. السبب شنو تحديدا في أنه درامتنا ما تصل بالشكل الكافي؟ والله السبب مع أنه في قبول، ذكرت الآن أنه الناس تقبلت المسألة. والله نحن ذاتنا بنفسنا مرات عندنا شكوك في حاجاتنا كده وإسنا وثقافاتنا، ما بنقدر نقدم نفسنا يعني يعني زي متضائلين وبسيطين في التعامل نحو حاجاتنا الغيمة. بنحس بانه حاجتنا دي ما بتلقى القبول، يعني زي زول بلبس لبسه جميله اقول والله اللبسه دي ما تعجب الناس ارجع اغيرها، تلقى شكوك كده حوالين انه هو حاجتي دي حاسبها ضئيله وبسيطه. لكن انا مشيت واصريت انه اقدم باللهجه السودانيه ذات نفسها، لقيت الناس دي اول حاجه بيحبوا الانسان السوداني حب خرافي، يعني بيفتكروا انه اصدق انسان واكثر انسان غيم وامين وعنده إرث وعنده ملامح وعنده يعني إنسان أسمر بيتكلم باللغة العربية دي. وعندنا برضو يعني أساتذتنا الفات وقبالنا الله يرحمهم زي طيب صالح وكذا، أسسوا لنا لأماكن نحن لما نمشي بنلقى أرضية ثابتة بنمشي عليها. صحيح. وهم قدموا جهد كبير جدا جدا، الفيتوري أيضا كذلك مدفون هناك في المغرب. ولما تيجي تتكلم عن الطيب صالح اي انسان من الشارع المغربي بيديك سين عن الطيب صالح بشكل انت ذاتك بتنتهش يعني. هو كان بيجي اصيله قاعد في اصيله دي طوالي في المغرب هناك. فنحن عدم الثقه ده ناتج من انه نحن يعني ما عندنا حتى الثقه في ذاتنا مرات كده، حولي انه يا اخي حاجتنا دي سمحه، دي حواجز نفسيه ما 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 حقيقيه. ايضا كذلك انه يعني الفنون مفترض تجد دعم والثقافة كافية عشان يعني نمشي نمثل السودان خير تمثيل، ما يمشي أي زول، يكون في رجال للمشاهدة، يكون في تقصي لحقائق الفكرة الماشي تعملها ومراجعتها وكذا. فأنا وجدت الوفود اللي هناك الموجودة مدعومين دعم كامل وجايين مؤسسيين وجايين حاجات مرتبة وكذا. حتى ما مدعومين هنا تمشي بجهد فردي. ما مدعومين هنا أنتم؟ والله أنا أتكلم عن الدعم المادي بس، حتى الدعم المعنوي والدعم بتاع انه زول يرشدك انه يا اخي لما تمشي برا سوق معاك دكتور فلان خليه يمشي يعمل لك برزنتيشن للعرض، يقيف معاك يساندك يهتموا بحاجاتك يعني. الدعم المادي ده بيجي لاحقا. صحيح. حتى انا ذاته يمكن العرض بتاعي لما مشيت ما كان محتاج لدعم مادي يعني. صحيح. المغرب هي قطعت التذكره وهم رسلوا الدعوه وكذا. حتى هسه الشارقه ذات نفسها برضو يعني يمكن حنمشي بنلقى منها دعومات كثيره جدا، لكن بس انت محتاج للاهتمامات، محتاج للاحتواء ده، محتاج لانك انت يعني لما تمشي تلقى السفاره واقفه بانه ده فعل ثقافي سوداني مفترض نحميه ونتكلم عنه نعمل له اهتمام يعني. طبعا محتاجين للاهتمام، محتاجين لصيغه نحن اكثر، محتاجين لغزاره انتاج برضه مشكله. نعم. لانه في كثير من الناس بيقول لك لسه الانتاج فيه مشكله. والدراما السودانيه يعني عدم انتقالها من المحلية للعالمية زي ما تقول كذا، نحن المحلية دي نشبعها كويس. نحن قاعدين نغيب كثير جدا من رمضان لرمضان، من وقت لآخر بنجي نعمل دراماتنا دي موسم، فبالتالي كده يعني بتكون ضئيلة وبتكون متواضعة وبتكون خجولة، وبتلقى يعني بيشتغلوا عليها العاملين عليها، فتلقاه الدرامي هو ذات نفسه هو شايل همه براه، بيعمل دراما هو اللي بيعرضها وهو اللي بيمشي اجهزه الاعلام يسوقها، مرات يقول لك جيب رعايه. ما نتكلم عن الهموم دي في العيد، لكن المشروع الثقافي يحتاج الى اهتمام.